ايه الحاجة اللي محمد صلاح ما عملهاش ونفسك يعملها؟ طبعا البالون دور احسن لاعب في العالم. نفسي صلاح يفوز بجائزة افضل لاعب في العالم، ان هو ربنا يكرمه اكتر ويبقى مثلا احسن لاعب في العالم، بس ياخد الدوري الانجليزي ويجيب جول في مانشستر يونايتد، هو ده بيتمناه. يعني هو حقق نجاح كبير قوي، بس الاستمرار بقى، يعني في لعيبه كتير حققوا نجاحات بس للاسف جه عليهم وقت وانتهوا، يعني فهو استمرار النجاح اكتر بكتير قوي من ان انت تحقق نجاح.